الشيء اللي لازم نعمل عليه صوت إفريقيا يكون موحد. ممثليننا في مجلس الأمن مش كل واحد يروح يعيط له واحد يفوتي معه، مهم أننا نوحد الرؤية، نعين الأهداف الأساسية اللي كلنا متفقين عليها، اللي هي حلول إفريقية لإفريقيا، اللي هي الحلول تاع النزاعات في العالم والاختلافات تكون عن طريق الدبلوماسية، عن طريق المفاوضة، عن طريق الآليات الموجودة أولا على المستوى الجهوي ثم على المستوى الدولي. Cette conférence est très importante parce que l'Afrique. هذه الندوة جد هامة، خاصة وأن إفريقيا تواجه تحديات عدة على غرار التحديات في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب والتحديات المرتبطة بالتنمية والتغيرات المناخية. وأهمية هذه المحادثات تكمن في معالجة الحلول بطريقة متكاملة وبأحسن مقاربة تتمثل في الحوار والتعاون ضمن مختلف هيئات الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة. أصبح موعدا قارا نأتي إلى وهران لنتحدث في قضايا الأمن والسلم التي تهم الاتحاد الإفريقي وأبعد من ذلك. هذه السنة يعني هناك مواضيع جديدة تهم اسكون أبالي لمناس إمرجنت، وكذلك مواضيع تهم العقوبات المفروضة على الدول الإفريقية من على مستوى الأمم المتحدة مجلس الأمن، وكذلك على مستوى فردي يونيلاترال. بطبيعة الحال كل ما يتمخذ عن الندوة الرفيعة المستوى بوهران يصب في نهاية المطاف في بيان يصدر هنا في وهران، ثم بعد ذلك يتحول إلى القمة الاتحاد الإفريقي في شهر فيفري. نتطلع إلى أنه الاجتماع هذه السنة يكون مثمر كما السنة الفارطة.